les amis. Azla. Je suis Azla. صاحبي كيقول لي بالزعط ما كتسمعوش بعيد شويه مع الريح هلا كاين الريح بزاف الجو لا بلاج ما كتشوفوها خاويه والسماء مسحبه هنايا لي زالونتور هاد البريركات كيكونوا ديال حراس السيارات ولا ديال التيكيوس في الصيف لي اكثر الانتباه ديالي هنا هو هاد اللي امامنا دار الضيافه ما كنتش كنظن هنايا غيكون شي اوتيل وهذا المهم دار الضيافه تيب اوتيل قلت لي اكثر الانتباه ديالي هو الديكور هذا على الشكل ديال شي حاجه اسلاميه سيد الهيات دار ضيافة اللي تر الانتباه ديالي هي الريال الكاتالانية الريال المغربية راه بالاحمر والكاتالانية مفروض تكون راية ديال دولة ماشي ديال جهة ما عرفت واش مولاها صبليون انفصالي ولا الله اعلم وبجوارها كاين هاد المعهد هاد بحال لو شاتو اللي شفتوه ديكور مزيون خاص بالبحث في المجال ديال الصيد البحري شنو اكزاكتومون كيديروا ما نعرف هاد البيداليز ولا اش كيسميوه الصيف كيكون عليهم واحد الاقبال كبير وسبق في احدى القنوات الاسبانيه اظن قناه سول كانوا حصلوا شي وحدين راكبين فيها وحارقين يعني غير بهاد لي بيدال هادي في الصيف راه كتعرف كيزعم الانسان ماشي بحال دابا كاين الريح والبحر هايش حتى القوارب اللي كاينين تما لقيت بعض الصياده سولتهم قال لك لا ما خرجوش اليوم يعني هاد يومين ما خرجوش وغدا ما غيخرجوش المهم باقي لهم يومين اليوم وغدا عادي يقدروا يخرجوا على حساب لي بريفيزيون ميتيرولوجي المعهد هو هذا اللي كتشوفوه علاش هاد الطريق رانا ديتها وعاود جايبها دابا خليت السيارة حدا المطعم ديال البولبو هو شنو نسميه بالعربية مشات لي سميت و وخدا القشبة ديال التكليفة دابا رانا مطلش دونك المرافقين ديالي خليتهم باش ما يعاودوش يرجعوا حتى للسيارة باش يجيب السيارة فهاد لابيست وغادي نطلعو من في الراس ديال هاد الطريق كاين واحد امتي با لأن شحال هادي مكانتش القنطرة وقلت أنا محتاج سيارة نمشي على رجلينا شوية ونتمشاو ولكن بعد تبين لي بأنه كاين القنطرة دونك سي با لابين نمشيو أجن بلا بلاش بعد نخرج الطريق الرئيسية المؤدية من تطوان إلى الحسين وهادو هنايا هاد لي كابان صغارين هاد البويتات ديال اللوح فيهم ديال شركة المعروفة بأمانديس وفيهم بعض المحلات كيديروا فيهم دي زاكتيفيتي و كاين دي طواليت وهذه اللي هنايا هاد اللي كدار بحال لوحه راه دوش وجايبين الاناره العموميه لهذا المكان هذا كنظن ما نعرف واش كتخدم على طول العام ولا يلا في الفتره الصيفيه الو هادو اللي كتشوفوهم لي طواليت كلشي مسدود دابا لان الفتره ديال لا با سيزون هذا المقهى كافي هذا اللي حدانا حتى هو شاد كلشي شاد
دونك هنايا ديال الهلال الاحمر الى اخره. اي فوالا، دونك انا قريب من المطعم ديال اخطبوط وي بولبول اللي قلت لكم قبيله، دابا عاد جات السميه. يلا تحياتي ميزامي، على بروشين.